كل شيء حتشوفه في المركز الاعلامي. كيف كذا يا اخوان؟ كيف كذا؟ امس اللاعب مسجل علينا، امس اللاعب محتفل قدامنا، واليوم يصير لاعب لنا؟ لانه اذا ما كنتم عارفين يا اخوان، ففي عز نومي وفي عز ما انا في احلام العصر، الاهلي يعلن بشكل رسمي التوقيع مع المهاجم الاول للمنتخب السعودي، مع اللاعب الصاعقه. وفي نفس الوقت اللي انا بسجل فيه ممكن تسمعون صواعق. انا المدينه اللي فيها 400,000 مطر حاليا قاعد ينزل، بس ما علينا من ذا كله، علينا في موضوع فراس البريكان. فراس البريكان لاعب للاهلي، المهاجم السعودي الابرز في السنوات الاخيره، اللاعب اللي في بدايه الميركاتو الحالي فاوضناه واتفقنا معاه على جميع الشروط، لكن في آخر اللحظات الفتح جدد عقد اللاعب استعدادا لبيعه بمبلغ أكبر في الفترة القادمة. وفعلا هذا الشيء اللي حصل، إدارة الأهلي قدرت تخلص هذه الصفقة. تساؤلات كثير صادمة، كيف قدرت الإدارة مباشرة بعد خسارة الفريق أنها تخلص صفقة بهذا الحجم؟ فراس البريكان من أبرز المواهب السعودية الموجودة في السنوات الأخيرة. وترى اللقطة اللي توها طلعت لكم، الهدف اللي بالراس، كان الأسبوع الماضي في مباراة حاسمة، كان الفتح متأخر فيها بنتيجة 2-1 من قدام ضمك، وقدر فراس البريكان في الدقائق الأخيرة وفي موقف صعب يسجل هدف بهذه القيمة. صفقة أقل ما يقال عنها أنها صفقة فئة A بس من ناحية اللعيب المحلي. لكن قبل ما نتطرق في جميع التفاصيل، إذا لسه ما اشتركت في القناة وش تنتظر يا غالي؟ طالع لك الآن فوق على يمين الشاشة كلام، اضغط عليه واشترك، وخلينا نوصل أكبر عدد من المشتركين اليوم عشان يوصلك جديد أخبار انتقالات الصيفية في الأيام الأخيرة. بتقول لي اليوم أنت تأخرت علينا وراحت عليك، لو ما بقول لك بإذن الله ما عاد بيتكرر هالشيء، وبنركز على جميع الأخبار. فراس البريكان لاعب سعودي من مواليد عام 2000 بالتحديد الموافق 14 مايو، أي أن اللاعب يبلغ من العمر 23 عام، لاعب في أول عمره، عنده إحصائيات مميزة جدا، صاحب 181 سنتيمتر. خلال هذا الموسم في 5 مباريات بس لعبها في دوري روشن استطاع أنه يساهم بـ5 أهداف، سجل 4 وصنع هدف وحيد. اللاعب خلال 423 دقيقة تنوع بالتسجيل، يعني تلاقي اللاعب سجل هدف وحيد بالراس، وبرضه عنده 3 أهداف بالقدم اليسرى، وبيجي هدف بالقدم اليمنى بإذن الله المباراة الجاية مع الأهلي. إضافة إلى ذلك يمتلك 4 تمريرات مفتاحية، 48 تمريرة دقيقة بنسبة نجاح 75%، و6 تسديدات على المرمى، ونسبة نجاح تسديدات اللاعب وتسجيل اللاعب منها أهداف هي 86%، وعنده 3 افتكاكات ناجحة، وتقييم اللاعب حاليا هو 7.51. فراس البريكان اللي يعتبر المهاجم الأول للمنتخب السعودي في الموسم اللي راح، موسم 2022-2023، يمتلك إحصائيات جدا مميزة. فتلاقي اللاعب لعب 30 مباراة، 24 منها بشكل أساسي. خلال هذا العدد من المباريات اللاعب ساهم ب21 هدف، سجل 17 وصنع 4 أهداف، وصنع 4 فرص محققة للتسجيل، ويمتلك 51 تسديدة. هو رابع أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي السنة اللي راحت، يعني تتكلم عن رابع هدافين الدوري موجود عندك الآن، وهو لاعب محلي. إضافة إلى ذلك هو أكثر لاعب محلي تسجيلا للأهداف في السنوات الأخيرة، وهو بنفس الوقت ثالث أكثر لاعب ساهم بالأهداف في الدوري السعودي في الموسم الماضي بشكل عام، وهو أكثر لاعب محلي من بين سالم وجميع الأسماء الموجودة مساهمة في الأهداف في الدوري الموسم اللي راح. أما مع الفتح بشكل عام من يوم ما انتقل لهم، لأنه راح نتطرق الآن لمسيرته، فراس البريكان في 54 لقاء لعبهم بشكل أساسي، اللاعب يمتلك 41 مساهمة تهديفية، سجل 32 وصنع 9 أهداف. ترى هذه أرقام جدا ممتازة لاعب في نادي مثل نادي الفتح ما يمتلك المجموعة الكبيرة من اللعيبة، بعيد أنهم هزمونا أمس. مباراة أمس كلنا عارفين أنها لو تتكرر مرة ثانية ما راح تنتهي بنفس النتيجة اللي انتهت فيها، لكن فراس البريكان إحصائياته وأرقامه ممتازة جدا مع فريق أنت ممكن ما تطلع فيه كل هذه الإحصائيات وانت بهذا العمر. اللاعب طبعا في مسيرته كلكم عارفين انه ما مثل الا ناديين، بدأ مع شباب نادي النصر الين وصل للفريق الاول في عام 2021، وبعدها الفتح اشترى عقد اللاعب، ووقتها قيمة اللاعب السوقية، انتوا ركزوا على هذا الشيء، كانت فقط 350,000. بعد انتقاله للفتح ارتفعت قيمة اللاعب السوقية الى 3 مليون، واليوم هو لاعب للأهلي لمدة 5 سنوات قادمة. فراس من الاشياء اللي تميزه انه مو بس يلعب بالقدم اليسرى، لا حتى بالقدم اليمنى ممتاز، وهذا الشيء يحتاج الأهلي في مركز رأس الحربة. يعني مع احترامي أوكي فيرمينيو لاعب كبير ولاعب ممتاز، وأعرف أنه جيد اللعب بالقدمين، بس خصائص فراس البريكان هي الخصائص اللي تحتاجها في الوقت الحالي في الدوري. يعني أنا بوجهة نظري الآن مع قدوم فراس البريكان اللاعب مكانه أساسي 100%. بتقول لي طيب وفيرمينيو؟ عادي أنا أقدر أعين فيرمينيو كخلف المهاجم وأغير من تكتيك الفريق شوي، لكن مسألة إني أخلي فراس البريكان على دكة البدلاء أنا ضد هذا الشيء تماما.
تماما، لانه الاهلي يحتاج لاعب بنفس الخصائص اللي يمتلكها فراس البريكان، لاعب ممتاز في الكرات الهوائيه وهالشيء واضح في فراس البريكان، لاعب قادر يقتل لك كل التكتلات، هذا غير السرعه الموجود عنده وهذا الشيء برضه نحتاجه، مهاجم سريع ومهاجم قادر يخترق العمق الدفاعي اللي تواجهه. انا سعيد جدا بهذه الصفقه. برضه من ميزات فراس البريكان اللي ممكن الكثير من الناس ما يعرفها انه لاعب مش بس يقدر يجيد اللعب في مركز راس الحربه، حتى تقدر في بعض الفترات انك تلعبه في مركز الجناح الايمن او مركز الجناح الايسر، وهالشيء هو اللي صار في كاس العالم 2022 لو تتذكرون، المدرب في اغلب المباريات اعتمد عليه بهذا المركز وقدم اضافه ممتازه. فانا ممتن لكل شخص قام على هذه الصفقه. فراس البريكان لاعب تاسس من الفئات السنيه مع المنتخب وكان اساسي من بداياته سواء تحت 19 عام او تحت 20 عام، اللي حقق معاهم ارقام قياسيه خلال 15 مباراه، تتكلم انه اللاعب سجل 13 هدف، تحت 23 عام برضو مثل المنتخب، والان وصل للمنتخب الاول وهو راح يكون المهاجم الاساسي للمنتخب باذن الله في كاس اسيا القادم. انت تمتلك الان مهاجم منتخبك الاول، وباذن الواحد لحد انه مش بس النهايه. وهنا نجي للنقطه الاهم انا عندي شخصيا، انت تمت لي صفقه فراس البريكان وشكرا لك، لكن في احتياجات مهمه برضو في الفريق لازم تخلصها اليوم قبل بكره. تتكلم عن مركز الظهير الايسر اللي هو انا بالنسبه لي شخصيا اكثر مركز فيه معاناه، يعني انا لو بيدي القرار واقدر انسق مندي والله نسقته وجبت راغد النجار واعتمدت على الحراس المحليين، لانه مندي ما يختلف عنهم، لكن يبدو انه مندي ناشب لنا، لذلك طالما انا ما اقدر ابقي اليوسكي في الفريق ومضطر غالبا اني ابقي مندي الله يشغله، فانا لازم اخلص صفقه متعب الحربي باي مبلغ إن كان. زي ما اليوم انت كسرت عقد فراس البريكان من الفتح وحصلت على اللاعب لمده 5 سنوات قادمه، انت لازم تسوي هالشيء مع متعب الحربي وبرضه مع لاعب خط الوسط، لانه انا مع احترامي للجميع الاهلي لا زال يحتاج 3 صفقات، صفقه فراس البريكان هي مش النهايه، نحتاج ظهير ايسر، نحتاج لاعب في خط الوسط، ونحتاج قلب دفاع محل احتياطي، وباذن الواحد رحد نشوف هالشيء خلال الايام القادمه. لازم خلال ال3 ايام نسمع صفقات مهمه للفريق وما تكون من اي نوعيه، لا نبغى صفقات من نوعيه فراس البريكان. متعب الحربي لاعب دولي في المنتخب السعودي، ما استدعوه للقائمه اللي راحت بسبب الاصابه اللي تعرض لها، لكن انا متاكد 100% انه متعب راح يرجع في القوائم القادمه باذن الله. عموما عدو الأمس أصبح صديق اليوم، ما أجمل من هذا الشيء، وخاصة أنه يكون هو مهاجم منتخب بلدك، هذا الشيء يعني كبير أنا عندي شخصيا وممتن جدا أنه تم. أنا قلت ممتن ممكن أكثر من 400 مرة في مقطع اليوم، بس تحملوني يا أخوان، يعني اللي شاف اللي شفناه أمس وفجأة يصحى ويلقى فراس البريكان لاعب للأهلي هذا أكبر تعويض. عموما إذا كان عندكم أي رأي فيما يخص صفقة البريكان فمهتم جدا لسماع رأيكم الآن تحت في التعليقات، شاركوني فيه، وإذا عجبك هذا المقطع واستمتعت فيه طلبين بسيطين منك، الأول اضغط زر لايك عشان يوصل هذا المقطع لأكبر عدد من الأشخاص، والثاني هو الأهم عندي شخصيا، اشترك في القناة إذا لسه ما اشتركت، وأنا مسهل لكم العملية زي ما انتم شايفين الآن فوق على يسار الشاشة طالع لك شعار القناة، اضغط عليه واشترك وخليني نوصل أكبر عدد من المشتركين اليوم. وعلى يمين الشاشة في مقطعين جدا مميزين، اختار أي واحد منهم وعدك بدلان ويعجبك، لا تنسى في ختام كل مقطع تذكر الله عز وجل. كان معكم فارس وفارس أوفيشال، والأهم من هذا كله دائما أبدا صلوا على نبينا محمد.